عسلامة. مرحبا. وبيك أكثر، خلينا نتعرفوا عليك. أنا اسمي الأسعد، أستاذ مسرح، متخرج من القاهرة، أستاذ لغة عربية. المهم ولا كهو. مرحبا بيك. حبينا نحكي شوية على ظاهرة التحرش بالأطفال، كيفاش نجمو نحمي وصغارنا. ناخذ كمثال الخبر اللي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشاب اللي يتحرش بأطفال في سن 12 و13 سنة يهددهم بنشر صورهم إن تم رفض طلبه الذي يتمثل في بعض صور في وضعيات خائبة برشا. هو شوف، يبدو أن الظاهرة هذه ماهيش حديثة العهد، والمجتمع التونسي يبدو أنه المرحلة الأخيرة وخاصة بعد ما يسمى بثورة 14 جانفي، يبدو أنه المجتمع التونسي ما عادش يفرق ما بين شيئين وهو الحرية والتحرر. اليوم احنا في مأزق اصطلاحي، اللي هو كيف نتعامل مع المصطلح، هل نحن أحرار أم متحررون؟ إذن كلمة التحرر أعتقد أن هي المسؤولة الأولى على ما يشهده المجتمع التونسي من ظواهر شاذة، منها الظاهرة هذه. يعني اليوم المجتمع التونسي دخل في مرحلة التحرر ولم يدخل مرحلة الحرية، أي أن حريتك تنتهي بدءا من حرية الآخر. نحن دخلنا في مرحلة التحرر وهي الانسلاخ من كل قيمة، ليس قيمة أخلاقية فقط، حتى القيمة الإنسانية، حتى القيمة متاع شعورك بكونك كائن إنساني، كائن ومفكر وكائن ناطق. هذه كل هذه الأسباب جعلت من المجتمع التونسي، وما زالت الظواهر الغريبة. اليوم احنا مثلا نعطيك حاجة، اليوم في تونس أنا صعقت مرة لما سمعت بأن المشرع التونسي شرع بما يسمى بزنا المحارم. أنا صعقت وصدمت. لماذا؟ لأن المجتمع التونسي مجتمع إسلامي، مجتمع عربي، خلينا من المجتمع الإسلامي، خلينا من الكوتي أو الجانب الديني، لكن المجتمع العربي لم تظهر معناها. شو معناها زنا المحارم؟ أي أنه الرجل يعتدي على محارمه، كسوة بنته، أخته، أي كذا. اليوم مدام المشرع التونسي شرع لهذا القانون، فأنها أصبحت غير، فأصبحت ظاهرة منتشرة، لأن القانون لا يشرع إلا بوجود ظاهرة منتشرة انتشار واسع. هذه من ناحية. اثنين، اليوم احنا نحس المجتمع التونسي يعيش عملية كبت على جميع المستويات. جاءت الثورة فانفجر بحسناته وسيئاته. من هذه السيئات وهو الكبت الجنسي، اليوم نشوفه معناها الظاهرة غريبة في تونس. بدأت بالكلام النبي، بدأت في المؤسسات التربوية، ثم بدأت تتدرج وتتطور إلى أن وصلت إلى قضية التحرش. اليوم التحرش ظاهرة غريبة وظاهرة معناها مرضية، نشوفوه في كل الأماكن، نشوفوه في وسائل النقل، نشوفوه في المدارس متاعنا، نشوفوه في المصانع، نشوفوه في الشركات، في مؤسسات العمل، في إدارات المؤسسات. يعني التحرش لم يقتصر فقط على التواصل الاجتماعي أو صفحات التواصل الاجتماعي، بقدر ما هو انتشر على كل الأصعدة وكل المجالات في تونس. أولا لابد من الأكاديميين يضعوا ورقة بحث أن هذه الظاهرة لابد أن تدرس من الناحية الأكاديمية. لا يمكن، وينهم المثقفين متاعنا؟ وينهم الأكاديميين متاعنا؟ وينهم علماء النفس متاعنا؟ وينهم علماء الاجتماع متاعنا اللي باش يحدوا هم القادرين على تحديد مواطن الخلل في المجتمع التونسي؟ لأنه العقاب هو ضروري، الزجر ضروري، ولكن لا يكفي. لابد من معالجة الأسباب المؤدية إلى هذا الخلل الكبير. برأيي هذه الأسباب متعلقة بالأكاديميين الجامعيين، حتى يبحثوا، والباحثين حتى يبحثوا، كسوة معناها علماء نفس أو علماء كما قلت علماء اجتماع. وبرأيي لا يمكن الحد من هذه الظاهرة حاليا في مرحلة أولى إلا بالعقاب
الشديد، العقاب الصارم، بالحق العقاب الصارم الذي يصل إلى أنا شخصيا، أنا سميني ما شئت، سميني متوحش، سميني معناها إنسان غير متحضر، ولكن أدعو في هناك ظواهر، ظواهر لا تستحق العقاب إلا الإعدام، إلا الإعدام، وفي مساحات معناها شاسعة، خلي يقولوا أنا رجعي، خلي يقولوا أنا متقلب، لابد من العقاب الإعدام، القتل اللي قاعدين يتحرشوا، ثم القتلة اللي قاعدين يقتلوا في الأنفس، معناها ونشوفوا معناها حوادث القتل كيفاش انتشرت، ثم القتل، قتل النفسي والقتل الجسدي، يعني هذا نوع من القتل، هذا أنه يتحرش بوليد عمره 12 ولا بنية عمرها 14 سنة ولا 12 سنة، إيش معناها هو دمرها، انتهت معناها دمرها، دمرها كيفاش هي غدوة باش تكون مواطنة، كيفاش باش تكون، كيفاش دمرت نفسانيا، ما نحكوش حتى على الجانب الجسدي. التحرش اللي مستهدف الأطفال ما تراش إنها مسألة غير طبيعية؟ هني قلت لك المسألة أكيد أكيد غير طبيعية أكيد. يعني شنو هو اللي يخلي شخص يقوم بأشياء كيما هكا؟ الكبت، عدم الثقة في النفس، سامحني معناها، وإن كان لابد أن نتكلم عن توسكي تابو، معناها على كل ما هو ممنوعات لابد أن نتكلم بصراحة، ولكن نتكلم زادة بلياقة في الأمور هذه، أنه كل شخص يتحرش بالصغيرات تأكد أنه مريض نفسيا وأنه مرفوض من طرف الأنثى، من طرف الآخر، يعني ما لقاش فيش يفرغ الرغبات نتاعو الجنسية، ما لقاش شكون يقبله، سامحني، كل سواء بالزواج ولا حتى بالعلاقات بالمساكنة أو بالعلاقات الغير شرعية، ما لقاش فالتجأ إلى هذه الوسائل هذه لتلبية رغباته الجنسية، يعني أصبح فقد العقل، أصبح عاد إلى حيوانيته المتحكمة فيه، معناها شكلا ومضمونا، معناها وكل إنسان يعمل كي راه مريض نفساني. لذلك أنا في بداية كلامي قلت لك لابد من علماء والأكاديميين النفسيين أن يجدوا حلا لهذه الظاهرة، وثم وذي عندها أسبابها، أولا الزواج المتأخر، اثنين عدم القدرة حتى على الزواج، ثلاثة معناها ظاهرة الطلاق اللي انتشرت وتونس تمثل حسب الإحصائيات الأخيرة الرابعة عالميا في قضية الطلاق، والثانية في العالم العربي في مجال العنوسة، حين أقول العنوسة لا أقصد الأنثى فقط، المرأة والرجل، المرأة والرجل، ومن حسن اللغة العربية ومن جمالها أن كلمة عانس تطلق على الرجل كما يقول ابن المنظور، تطلق على الرجل والأنثى، أي رجل عانس وامرأة عانس، لذلك معناها هذه أسباب جعلت معناها ممكن برأيي المتواضع معناها جعلت الظاهرة تتكاثف، وقلت ذات اليد بطبيعة الحال، لأن المجتمع التونسي أصبح مجتمع فقير بصراحة، مجتمع فقير، طال الفقر، وقالت شو اسمها نعيم الجاني في شوف لي حل، قالت له خيتي شفتي الفقر وصل لي حتى لدمي، احنا زاده والله اصيب بفقر دم، واصيب بفقر اخلاق، واصيب بفقر مال، واصيب بفقر دين، واصيب بفقر فكر، بفقر. ثم شيء اخر بربي، هذه مهمه جدا، مهمه جدا، المتخلفون من المشايخ واصحاب الدين، هذوما اللي هلكوا الدنيا، معناها حتى في المجال هذي، حتى في المجال سامحني، حتى في المجال الجنسي، معناها يتكلمون بكلام لم يأتي به الأولون ولا الآخرون، والله ما فهمت منين، معناها يقول لك مازالوا يؤمنوا بملك اليمين، وما زالت يقول لك قاتل ربي قال أوتوهن أجورهن، يقول لك ما يصيرش، معنى أنه إنسان باش يمشي مع وحدة يمارس معها الجنس ثم يخلصها، يعني ريت ما نعرفش كيفاش نعبر عليها، ولكن أيضا تخلف على مستوى الفكر الديني والمفاهيم الدينية، وتخلف على مستوى الفكر الحضاري، ويعني هذا المجتمع
أولا سعى لابد من العقاب الصارم بدرجة أولى حتى يكون العقاب عبرة لمن اعتبر. شكرا. ثم البحث عن وسائل أخرى. يعطيك صحة.